نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا من عمان الدكتور هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي والمتخصص في المنازعات الحدودية والإقليمية والدولية. أهلا بك دكتور هزاع معنا عبر هواء القاهرة الإخبارية. سأبدأ من النقطة الأخيرة التي كنا نتحدث فيها مع ضيفنا الوزير حسن عصفور الوزير الفلسطيني السابق، والتي كان يتحدث فيها، وبطبيعة الحال هذا مسار سؤال مهم لحضرتك بحكم التخصص، عما قام به الحوثيون اليوم من اختطاف السفينة التي قيل في شأنها كثير مالكها إسرائيلي تابع لإسرائيل. بغض النظر، هو يرى أنه ربما هذا الأمر من الناحية السياسية يضر بما يحدث في غزة ويضر بفلسطين. كيف قرأت أنت هذا التطور النوعي اليوم وتأثير ذلك على الملاحة الدولية، وهو أمر يتحسس الجميع منه حين يحدث هكذا أمر في أمور الملاحة الدولية؟ سيدي، أول شيء بشكرك على اللقاء، وبتشرف إني أكون على هاي المحطة المحترمة. أهلا بكم. يعني قانون البحار يوفر الحماية. قانون الدولي من ضمن مجموعة القانون الدولي، هناك قانون يسمى قانون البحار وقانون حماية عالي البحار. لذلك الملاحة كما قلت في المقدمة، الملاحة البحرية يجب أن لا يتعرض لها أي دولة، لأن هناك مدى إقليمي لكل دولة، ولا يجوز لأي دولة أن تستغل هذا المدى الإقليمي في محاولة إعاقة الملاحة البحرية، بغض النظر عن نوعية السفينة ومالك السفينة والأسباب السياسية التي تقف وراء هذه العملية. أتفق إلى حد كبير مع معالي الوزير فيما تطرق إليه، يعني بالأمثال الشعبية إحنا عندنا بنقول الفزعة، وبمصر بسموها جدعنة. يعني تروح تعمل إشي الهدف إنك يعني تثبت ولائك أو تثبت قوميتك، ولكن بالنتيجة المكاسب من هذه الفزعة أو هاي الجدعنة مشكلة أكبر. أنا أتفق إلى حد كبير مع معالي الوزير، كان على الأحرى بالحوثيين عدم التعرض لهذه البواخر، بعيد بغض النظر عن نتفق معهم في البعد القومي، ونتفق معهم بأنهم يريدون المساهمة بشكل ما في معاقبة إسرائيل على ما تفعله بغزة، ولكن أعتقد أن حماية البحار أمر ضروري. المشكلة تكمن ليس في موضوع أن الحوثيين قاموا بهذا العملية، هذا ما تفعله إيران دائما في مضيق هرمز، والاعتراض السفن التجارية تحت حجج أنها تقوم بالتهريب إلى، فهذا بتعليمات إيرانية واضحة، هي تطلب من الحوثيين القيام بهذه الأعمال، وهي تطلب من الحوثيين إرسال الصواريخ إلى إيلات، فهي كالعادة تقوم بحرب بالوكالة دائما من خلال التابعين لها من الميليشيات أو ما يسمى بالمعارضة أو المقاومة إلى آخر من الأسماء، كما تفعل حزب الله في لبنان، يفعل الحوثيين، وتفعل حشد والجماعات الموالية إلى إيران في العراق بإرسال الصواريخ أو طائرات مسيرة إلى القواعد الأمريكية. أنا لست ضد الشخص المعتدى عليه أنا، ولكن أعتقد يعني السؤال كما طرحه في الوزير، لماذا تخدم أنت القضية الفلسطينية في هذا العمل؟ نحن الآن على محك كبير جدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في محاولة إبراز مصداقية وشرعية القضية الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي. إذا أنت ما تعرضت إلى الملاحة البحرية أو تعرضت للقوات الأمريكية، سوف نفقد بشكل كبير، سوف إسرائيل والإعلام الموالي للصهيونية في أمريكا سوف يستغلها بشكل كبير جدا في محاولة الترويج بأن أمريكا مستهدفة أيضا، وليست إسرائيل أي فقط. لذلك في هذه الأوقات العصيبة لغة العقل مهمة جدا في التعامل مع هذه الأحداث وكيفية التصرف فيها. نعم. طيب دكتور هزاع، يعني الناطق العسكري باسم الحوثيين وقد أكد أنهم سيستهدفون السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو أي سفن تملكها شركات إسرائيلية أو تقوم بتشغيلها، برأيك ما تداعيات هذا التهديد؟ هناك فهم خاطئ لمفهوم العلم الموجود دائما على السفن في النقل. العلم ليس بالضرورة أن يدل على أن هذه السفينة ملك لهذه الدولة. في القانون الدولي أو قانون البحار توضع علم الدولة التي تقوم
بتسجيلها في الميناء التابع لها، ربما تكون هذه السفينة مصرية ولكن تم تسجيلها في ميناء مثلا في بنما، يتم رفع علم بنما وليس العلم المصري عليها، هذا فيما يتعلق بالتجارة الدولية. فموضوع العلم هنا في فهم خاطئ كبير فيما يتعلق في قضية رفع العلم، لذلك لا يدل العلم عادة على أن هذه السفينة تتبع لنفس الجهة التي يوجد عليها هذا العلم، فقد تكون لدولة أخرى ولكن ترفع علم الميناء المسجلة فيه هذه السفينة أو هذه الباخرة، لذلك هذا المفهوم خاطئ. هذا أولا. ثانيا، موضوع معرفة من هو يملك هذه السفينة وبالتالي التعامل معها على هذا الأساس، هذا يحتاج إلى معلومات استخباراتية ومعرفة كبيرة حتى تتيقن أن هذه السفينة تتبع للدولة الفلانية أو تتبع للدولة الفلانية. كما تعلمين والمتخصصين في هذا المجال يعلمون أن علم السفينة لا يدل على ملكية هذه السفينة. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن من حيث المبدأ ضد اللجوء إلى أسلوب ما يسمى القن أو الإرهاب، نحن لا نسميه إرهاب ولكن نسميه الترهيب للسفن وحركة الملاحة الدولية، لأن هذا يضر بسمعتنا ويضر بقضية. لذلك أنا من حيث المبدأ أتفق بشكل كبير على 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 عدم أحقية الحوثيين باللجوء إلى هذه الأساليب، وهذا أساليب إيرانية واضحة.